فقرة أخيرة مصيرية في المجموعة الرابعة في ماتش النهاردة، واللي هتحسم مين اللي هيكمل ومين اللي هيودع البطولة. وأفكركم بالنتيجة: فريق أمون 80، فريق دندرة 75. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال منا بهاء، والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا منا. جغرافيا فرقت على حاجة بسيطة جدا، كانت هتبقى جوكر. سؤال بقى شنو؟ جغرافيا. والسؤال هو: في أي من دول عرب آسيا تقع واحة الكوم؟ سكن الإنسان من عصور ما قبل التاريخ، لقوا فيها أدوات بدائية بيرجع عمرها لحوالي مليون سنة. أحمد سليمان. اليمن. يمن. إجابة خاطئة. فرصة التقدم في إجابة. نورهان. العراق. العراق بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سوريا. السؤال الثاني ياسر. تفضل يا ياسر. السؤال الثاني ياسر، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا ياسر. معلومات عامة. تمام. سؤال بعشرين نقطة. 20. معلومات عامة. والسؤال هو: من هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة الليسانس من مدرسة الحقوق الفرنسية؟ أول صحفية نقابية مصرية. محمد عادل. عائشة عبد الرحمن. عائشة عبد الرحمن. إجابة خاطئة. أصدرت جريدة الأمل باللغة الفرنسية. أوضة شعراوي. أوضة شعراوي. إجابة خاطئة. في حد عنده إجابة؟ منيرة ثابت. ما تعرفها، شو المعلومة مش عندك. أدينا عرفنا مين. تمام. سؤال الثالث الهلباوي، وسؤال بثلاثين نقطة، ولو الإجابة صح ألف مبروك لفريق أمون، التأهل لدور الثمانية. جغرافيا تاني، وسؤال بثلاثين نقطة، دوس على البازر. لو الإجابة صح ألف مبروك التأهل لدور الثمانية، لو الإجابة غلط فريق دندرة عندكم فرصة التقدم. جغرافيا. والسؤال هو: لوبانس هي أكبر بحيرة بإحدى دول البلطيق، فما هي؟ مساحتها حوالي 80 كيلومتر مربع، اتشكلت من حوالي 13 ألف سنة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية. أحمد سليمان، لو إجابتك صح مبروك التأهل. دول البلطيق صح؟ آه. إجابتك. لاتفيا. أمون إلى دور الثمانية. اهدوا، يا نهار أبيض، ده دور الثمانية مش النهائي. فريق أمون ألف مبروك. الحمد لله. الهلباوي كان قاعد ساكت طول الحلقة ومنتهى الهدوء، وعامل إيديه كده ومفيش أي تعبيرات على وشه، وبيبتسم بهدوء وتحفظ. انفجر مرة واحدة. إيه يا هلباوي اللي حصل؟ أنا لو كنت قاعد مكان أستاذ أحمد كنت صراحة أقول استونيا، فأنا حرفياً اللي جاوب مكانتش عندي، ولما قال لاتفيا بقول طب يا رب تطلع صح، يعني أنا مش عارف. أنت عايز تقول استونيا؟ لو قال استونيا كان ودع البطولة. تخيل بقى. الحمد لله. ألف مبروك لفريق أمون، اتأهل لدور الثمانية. الحمد لله. وهارد لك هارد لك هارد لك لفريق دندرة. فريق دندرة هارد لك. كويس قوي إن أنتوا عرفتوا ترجعوا تاني في المباراة. برافو عليكم.
سيف، ازيك يا سيف؟ ازيك يا مستر؟ ايه ده بقى؟ خلاص والله انا فخور بيهم جدا. انت وترتني انا، معلش. والله احنا عشان عملنا مجهود كبير، انا فخور بيهم جدا. يعني رغم ان النتيجه كانت قريبه، الاسئله بصراحه صعبه، مش هنكر ده. احنا لازم بص، خلاص ماتشات فيصليه زي دي اللي بتحكم مين ممكن يتأهل وممكن يودع، غصب عننا لازم نصعب الاسئله علشان اللي يستحق يوصل. هو بصراحه هم فريق محترم ويستاهل كل خير، وبرضه فريق انا فخور بيهم جدا، سواء نورهان، محمد، ميدو، او امين، استاذ خالد. حرفيا احنا كنا بنعمل اجتماعات مده خياليه. انا يعني اكاد اجزم، والله مش قصدي حاجه علي انا ونور، بس احنا غالبا اكتر فريق شغال في البطوله بلا منافس. احنا حرفيا كل يوم كنا بنشتغل، فانا فخور بيهم. قلت لهم النتيجه دي مش هتدل على اي حاجه، هو بيكون توفيق، فانا صح. فخور بيهم جدا، فلازم اشكرهم، شكرا جدا. على راي الهلباوي كان ممكن يقول استونيا، يعني الهلباوي كان ممكن يقول استونيا ويودع البطوله، فهي في الاخر فعلا في حظ في الموضوع، اكيد توفيق وعدم توفيق. اخر سؤال نور، اتفضل يا نور اخر سؤال، وهنشوف موضوع السؤال ايه، وسؤال ب 30 نقطه، واخر سؤال لفريق مندره في الموسم. سويتش يا نور، ولكن اعتقد ان امون هتديهم فرصه الاختيار. دندره احمد سليمان رايه، تختاروا انتوا موضوع السؤال. هو يقول سيبوني انا اقرر. اتفقنا؟ ودوس على البزر. رياضه، والسؤال هو قاسم حسن اللامي هو صاحب اول ذهبيه في تاريخ العراق ببطولة العالم بأحد الرياضات الفردية، فما هي؟ البطولة كانت في السعودية في 2023، شارك في وزن 96 كيلوغرام. أمين، هو العراق جودو؟ لا مش جودو. إجابة خاطئة. حازم، رفع أثقال. يا خالد إبراهيم، الإجابة دي كانت لازم تطلع من عندك، صح ولا غلط؟ صح. في الخطف ورفع وزن 175 كيلو جرام. الله، عرفتها بعد الهند. حازم طارق طبعا رفع الأثقال. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، 140 أمون، 75 دندرة. خالد إبراهيم، أنا عارف إن الواحد طبعا المباراه حسمت، فانت جالك زي بلاك اوت، انا متاكد انت لو ركزت شويه الاجابه عندك، لان ده زميلك رفع اثقال، ده زميلك وانت بطل في رفع الاثقال. مش عندنا مشكله ان الماتش يعني هنا وهنا، بس يعني فرحه اخواتنا بالفوز دي عندي بالدنيا كلها. هم الحقيقه فرحوا فعلا فرحه كبيره. الماتش اللي فات كنا كسبنا ولا خدنا فيه البيست بلاير، بس كان فوز بطعم الهزيمه، لان كان قصادي عبله عادل واحنا كنا مع بعض فريق الساعه. فاسره العباقره كل يوم بتزيد معايا. فكون انا افوز النهارده، زمايلي في امون يفوز النهارده، انا كده زدت العيله بتاعتي كبرت اكتر. احساس رائع، بشكرك عليه خالد ابراهيم، ما شاء الله. روح رياضيه محترمه حقيقه.